موسم الرياض، قصة إنجاز يتكلم عنها كل العالم. لحظة، الأرقام وحدها تتكلم. حقق موسم الرياض خلال شهرين فقط أرقام قياسية فاقت التوقعات، من خلال 12 منطقة ترفيهية حازت على زيارة أكثر من 11 مليون زائر وأكثر من 200 ألف سائح، وساهمت في دعم مختلف الفئات اللي من ضمنها الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. فتم تقديم ما يقارب 10 فعاليات متميزة استفاد منها أكثر من 306 ألاف مستفيد من فئة التوحد والإعاقة البصرية والسمعية وغيرها. 100 فعاليات بما تعادل 3000 يوم من الفعاليات بمساحة 14 مليون متر مربع، بدخل مباشر قارب المليار ريال ودخل غير مباشر قارب 4 مليار ريال لصالح هيئة الترفيه، بالإضافة إلى توفير 34700 وظيفة مباشرة و17300 وظيفة غير مباشرة لمختلف الفئات. ولأن موسم الرياض منصة عالمية، حقق الموسم نجاحات وشراكات مع مختلف الجهات حول العالم مع أكثر من 70 شركة، وتم استقطاب 26 مطعم مصنف ضمن أفضل 100 مطعم حول العالم من الهند، المكسيك، أمريكا، فرنسا واليابان. وغيرها من الإنجازات والأرقام، مملكتنا اليوم تعيش حلم حقيقي وواقع مرئي لطموح قائدنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وتطلعات مستشار الكريم تركي آل الشيخ. ولأن قصص النجاح ما تنتهي، انتظرونا في القادم القريب بنجاحات جديدة.